بعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا نتابع الأخبار اللي هتحصل النهاردة. والنهاردة في مؤتمر حول التغيرات المناخية على الموارد المائية والزراعية ووزارة الداخلية، إجراء قرعة الحج بالقاهرة وخمس محافظات، وليفربول في مواجهة تشيلسي لحسم لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، والأهلي مع وفاق سطيف في لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء مع وفد رفيع المستوى من المجلس العربي الإفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية هيعملوا مؤتمر عن التغيرات المناخية على الموارد المائية والزراعية. المؤتمر هيناقش قضايا التغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية والزراعية وبرامج التنمية المستدامة عربياً وإفريقياً. وهدف المؤتمر وضع حلول واقتراحات لمشاكل التغيرات المناخية في إطار رؤية ودور المجتمع المدني استعداداً لتنظيم مصر المؤتمر الدولي لقمة المناخ نوفمبر المقبل. هتبدأ وزارة الداخلية في إجراء قرعة الحج بداية من النهاردة في مديريات الأمن في محافظات سوهاج وبني سويف والمنوفية وكفر الشيخ والسويس والقاهرة، وبدأ التقديم لحج القرعة بجميع مراكز وأقسام الشرطة في كل مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية من خلال شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة. وهيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع ليها محل إقامة مقدم الطلب الوارد في بطاقة الرقم القومي الخاصة بيه، وده مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي هيستعد لقيادة الريدز في مهمة قوية قدام تشيلسي النهاردة على ملعب ويمبلي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. المباراة هتتلعب الساعة 6:15 بتوقيت القاهرة. لعشاق الكرة الإفريقية النهاردة هيكون معدنا مع مباراة حماسية في لقاء العودة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. المباراة هتجمع فريقي الأهلي وفريق وفاق سطيف الجزائري الساعة 9 بالليل.